انا كسبت، انا كسبت يا بسلوني. الله اكبر، شفت وقوفي جنبك عمل ايه حبيبي يا ملط؟ استأذنك بقى تبص معايا فوق وتنزل معايا بالمازو شيك. او 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 القنبلة. قنبلة ايه؟ القنبلة. القنبلة. هو النور ده جاي منين؟ اجري يا بسلوني. راح فين يا مجنون؟ استنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك محمد رجائي من شركة جلوبال. النهاردة بقدم لك عرض البطانية الشقيقة، عرض ممتاز جدا وخيالي، ثلاث بطاطين بسعر المصنع. طب ده العرض اللي بقدمه لأي حد، إيه العرض اللي ممكن أقدمه لك أنت مخصوص؟ حضرتك لو خدت مني ثلاث بطاطين بسعر المصنع. عجمي عجمي عجمي، هات الفلوس، هات الفلوس. تعرفتني إزاي؟ وأنت غيرت إيه في نفسك؟ ما هو هو أنت يا ابني، وأنت كده صيني يعني، هات الفلوس يا حبيبي. خسرت التدريبات والتنكر، معلش تعوض المرة الجاية. المرة الجاية إيه؟ مفيش مرة جاية، ده أنا بقيت أنبسط لما بخسر عشان ما بشوفكش. مفيش مرة جاية؟ اللعبة بتسلم عليك وبتقول لك. خلاص عارف، بتسلم عليا وبتقول لي الفلوس اهي ومش عارف ايه. معلش هو انا لازم اقولها بس زي ما هي كده، هم موصيني. قول. اللعبة بتسلم عليك وبتقول لك الارنبين ونص اهم. يبقى كلهم. لا. يبقى حمرهم. حلو. اتمنى يكون ادائي عجب سعادتك. بره مبروك يا ماضي يا حبيبي الفلوس. لا دي مش الفلوس، ده الدراي كلين. ملوش لازمة خلاص كده. أنا أصلاً مش عايزة حاجة من الفلوس دي، كفاية علي أكون جنبك يا حبيبي، ولا ملايين الدنيا تعوضني عنك يا مازو. بقولك إيه؟ إيه رأيك في التغيير؟ تغيير إيه؟ شعري. بص بقى إيه؟ أنا معرفش كان إيه عشان أعرف بقى إيه. كان منكوش، دلوقتي في انسيابية تامة. قولي بقى كده احلى ولا الاول؟ هو الاول كان ازاي؟ انت كنت ايه؟ كنت محجبه تقريبا يا شيماء. بقول لك ايه يا مازو؟ عشان انا ابتديت اتخنق كده وخلقي ضيق، يعني انت مش عاجبك الستايل الجديد ولا القديم؟ طب هات نصيبي بقى من الفلوس عشان انت واضح ان الادب والنحنحه مش بيجيبوا معاك نتيجه، وخساره امك اني قعدت ذليله تحت البيبيليس. يا سيدي ايوه حاضر بالراحه، في ايه؟ احنا على الصبح. دي شقه الاستاذ وسيم الصريتي؟ ايوه يا فندم، انا الاستاذ وسيم الصريتي. معايا جواب من المحكمه استدعى. استدعى من المحكمه؟ لا معلش حضرتك بس هفهمك، انا لما كسرت ازاز عربيه الاستاذ جلال ده عشان كنت متاكد ان هو اللي حك رفرف عربيتي وهو بيرك. جلال ليه ورفرف ايه؟ يبقى عشان طنط نانا. بص حضرتك، طنط نانا قالت لي وسيم احذف لي الكفته، فقمت حذف لها الكفته. انا بقى ما اعرفش ان الكفته فيها السيخ، السيخ رشق في رقبتها. وعلى فكره رحت لها المستشفى واعتذرت لها وقالت لي انها مش هتبلغ. يا استاذ انا مش جاي عشان طنط نانا. امال حضرتك جاي عايزني في ايه؟ انا مش فاهم. حضرتك مطلوب شاهد في محكمه الاسره في قضيه الاستاذ بسيوني سمير وحرمه. اتفضل امضي يا استاذ وخلصني. سمير وحرمه. شكرا. شكرا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين يا ايسو، الهبل زاد قوي عند بسيوني والشوكار، ده الموضوع وصل للمحاكم. يا ريتني امبارح كنت زودت البنج وخلصنا. بعد الشر عليها يا وسيم، ماما ست مكسوره ومطلقه دلوقتي، وحتى لو المجتمع كله جه ضدها انا متاكده ان القانون هينصفها. انا بس يا حبيبتي صعبان عليا قوي الواد بولي. ذنبه ايه يعني يطلع يلاقي الجو ملوث قوي حواليه كده؟ المهم سيبك انت، انا جوعت قوي. فين بقى الفطار اللذيذ اللي حبه محضره لجوزه؟ اهو يا حبيبي قصادك اهو. قصادي؟ لا انا مش قصدي ده، مش قصدي السلطه اللي مع الفطار، انا قصدي الفطار نفسه. لا ما هو ده الفطار الهيلسي اللي كتبه لي الكوتش بتاعي عشان خاطر نبقى هيلسي يعني. ايه بس هيلسي ايه يا حبيبتي بس؟ وكوتش ايه؟ كوتش؟ كوتش ايه يا اسراء؟ الكوتش المدرب بتاعي في النادي. على فكره هو اكلمك كذا مره، كان تليفونك مشغول بس انا بس نسيت اقول لك يعني. تليفوني مشغول؟ انا عندي ويتنج يا اسراء، ايه العبط ده؟ وبعدين مدرب ايه وكوتش ايه؟ انت بتدربي ايه؟ بتدربي تنس؟ لا زومبا. زومبا؟ ايه الزومبا دي؟ دي رقص رياضه يعني، رياضه في صوره رقصه عشان تخلي الجسم ممشوك ومشدود وكده. رقص؟ بترقصي قدام الناس في النادي يا اسراء؟ ما انا كنت برقص قدام الناس فعلا يا وسيم. طب وانا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اشجعك عشان بتلعبي رياضه ولا اروح اطبل لك؟ ما انت كنت بتطبل لي فعلا قدام الناس يا وسيم. انت بتقفليها لي يا اسراء كل ما اقول لك حاجه؟ ما لقيتيش غير الزومبا رقصه؟ ايه؟ حنيتي لرقص يا هانم؟ وسيم انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه الوحشه دي. ولا تسمحي لي؟ خلاص ما انت خلاص فجرتي، بتروحي النادي وترقصي وبيمرنك واحد راجل. يا خساره يا اسراء. بقول لك ايه؟ تصدقي بقى مش طافي.
يا حب هتنزل من غير فطار كده؟ قلبه عصفورة. عايز ايه؟ انت بتكلمني انا كده يا لا؟ اه دخلهم دخلهم تمام. معلش يا مستر مصر الامن بس على الباب عايز يدخل الناس. تمام. ازيك يا مستر مصر؟ ازيك يا عصفور؟ ايه الاخبار؟ ده انت اللي ازيك؟ ده ايه الحلاوه دي؟ انت من امتى بتشتغل؟ جبت العيال دي كلها ازاي؟ لا ده مش انا، ده كريم ابنك. كريم ابني اللي عمل كل ده؟ يا حبيبي يا كريم انا خلفت، والله العظيم انا خلفت. اخيرا كريم العاق بقى بار. اخيرا مخصوم منك شهرين يا عصفور. انا اصلا ما باخدش فلوس، انت قايل مرتبي كله فشار. ايوه ما انت مخصوم منك فشار لمده شهرين عشان كريم اللي لسه جاي امبارح شايف شغل وانت زي قلتك. تقدر تقول لي انت بتشتغل هنا ايه يا عصفوره؟ عصفوره. ايوه انت بتشتغل ايه هنا يا عصفوره؟ عصفوره. بتشتغل ايه هنا؟ عصفوره عصفوره بشتغل عصفوره. من قلك اخبار عن كريم ابنك؟ انا مشغلك عصفوره صح. ايوه وساعات حمامه لما تبعتني اجيب شاي. ايوه صح، روح بقى هات لي شاي يلا. حمامه. وكمان بتثقف نفسك لعبيا يا حبيبي يا كريم يا بار. قول لي جبت العيال اللي بره دي كلها ازاي؟ الاحصائيات بتقول ان 80% من الطلاب بيزوغوا بعد الحصه الثانيه وقبل الحصه الخامسه عشان اليوم ما يتحسبش. انا بقى فتحت ساعه بدري بعد انتهاء الحصه الثانيه. انا اول مره احس ان انا عرفت اربي. ربنا يديك على قد تعبك ومجهودك مع الطلاب دول. انا بعون الله هخلي فروع موزولاند اكتر من كنتاكي. قول يا رب. طبعا خير اول. انت ايه اللي جابك؟ تعبت. الراجل اللي اسمه ابو الجمايل ده هيحن امتى؟ هيحس امتى؟ مش كفايه مقعده في بيتي مع مراتي والبنت الصغيره واكل شارب نايم؟ ده بيسحب مصاريف يا مازو. ده انا لو قيت ام هصعب عليه مش هيسحب كده يا اخي. اوعى تكون يا سعدون قلت له ان انا قلت لك ان هو اللي لا 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 ما قلتلوش ولا حاجه. بس برضه يا مازو الاحساس نعمه، ده ما عندوش من الاحمر خالص، لازم يحس بيه. وانت على ايدك اخوك من اول ليفل الجديد مكسر الدنيا خالص يعني. ولا ترقيه ولا بونص ولا اي حاجه خالص. هات كرشك لورا كده سنه. ايه ده الماسك ده بيعمل ايه معاك؟ لا مش ماسك، ده قناع. الزفت ده بيعمل ايه معاك؟ بصراحه كده انا عندي نختايه ولازم اروح. الله 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 الله، ده انت بقيت مطرب نجم بقى وبيجي لك حفلات وبتروحها من غير علمي. تفتتح كوافير ولا نجم ولا زفت، بس قال ايه المعازيم هيموتوا واللي يفتتح الكوافير الراجل مقنع. مقنع مين انت؟ حد يعرفك غيري؟ انا هوريك عملي. ممكن القناع؟ بص انا هعمل ايه. عادي يا راجل. الصبر جميل.